دكتور حسان خليني أسأل، يعني مع كل ما جرى داخل قبة البرلمان، هل تعتقد يعني في الطريق عقوبات على من عرقل جلسة التصويت؟ وهناك من يقول بأنها كانت مفتعلة. تحية واحترام لك أستاذ عادل، ضيفيك، لمشاهدي قناتكم الكرام. يعني قضية العقوبات هي من تلوح بها أطراف سياسية تضررت يعني نتيجة هذه الإعاقة البرلمانية التي دكتور حسان نتحدث عن تشابك بالأيدي داخل قبة البرلمان، يعني هنا هي الإعاقة البرلمانية يعني مرات لها وجوه عديدة ومسارات عديدة. في بعض الأحيان يتم من خلال يعني تشابك الأيدي الذي نتحدث عن، في بعض الأحيان عن طريق يعني صعود أصوات النواب، ارتباك، أيضا احتكاك. هذه كلها إعاقة برلمانية. وحتى قضية يعني إسقاط بعض القوانين هي تعد عرقلة برلمانية. المشكلة أنا من وجهة نظري هي تكمن بأنه تحول إلى عرف، هذا الاشتباك بالأيدي تحول إلى عرف، وهو ليس حالة عرف أم عنف؟ بجديد. نعم، هو عرف. هذا العنف داخل قبة البرلمان تحول إلى عرف، يعني مثل ما صار رئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان سني ورئيس الجمهورية كردي، فبالنهاية العنف تحول إلى عرف تحت قبة البرلمان.